الأخوة والأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، برضو سلسلة من حلقتين استكمالا للحلقتين اللي فاتوا. صار تساؤل بخصوص الحلقتين اللي فاتوا، اللي هو كيف يستخرج التقليديون عقائدهم الخاصة من الكتاب المقدس ورفاة القديسين عظام إليشع. هذا التساؤل هو ما هو، يعني التساؤل بيقول لك ايه هو الدليل التاريخي على ان البدعة دي ظهرت في القرن الخامس وليس قبل ذلك، ومين اللي عمل كده يعني. الاول يعني انا مبسوط قوي ان في ناس بتقول لك ايه طب فين الدليل، وفي نفس الوقت الاقي الناس دي بتسمع كهنة مشاهير وعمره ما بيراجع وراهم. هقولها تاني، انا سعيد جدا ان الناس تقول لك فين الدليل، بنعمه الرب عندي الدليل، انا ما نقلتش عمياني يعني. لكن لما انت شاطر كده، وانا بشجعك، ده حاجه كويسه، وانك انت تسال كده، هل ممكن تسال نفسك برضو لما بتسمع حاجه من واحد من العمم السودا ديت، ولا انت بتعتقد ان دول يعني لا يخطئون؟ يعني انا لما واحد يقول لك المراه ما بتغطي شعرها علشان ان جوزها ما يسويش او جوزها ما شرفش، سألت جبت الكلام ده منين وتقولي الاباء؟ فيعني اصل ده الكلام ده يدينك. يعني ايه يدينك؟ لما انت شاطر كده، طب ليه ما يعني اللي مش واخد الخط ده باستمرار يعني في كل حاجه تقراها تدور عليها. anyway طبعا ده كان سؤال جميل والتساؤل في محله، ولازم ان احنا نغطيها برضو كده، تبقى الايه يعني الكبسوله بقت كامله. يعني جبنا بيستخرجوها ازاي عظام إليشع، هنشوف بقى دلوقتي برضو التاريخ كان بيقول ايه. في هذه الحلقة هناخد موقف أنطونيوس وبخوميوس وأثناسيوس من رفاة القديسين، دول حينططونا لغاية القرن الرابع، وأثناسيوس هيتكلم على انه حتى استلم الكلام ده من اللي قبله، يبقى كده ماشيين لغاية القرن الرابع بنعمة الرب. الحلقة الجاية هنشوف بقى مين اللي ابتدع البدعة دي، وهل جت مرة واحدة ولا على حتت لغاية اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ماشي كده. في البداية ليا تحذير لكل مشاهد لكي لا يغامر او يقامر بحياته الابدية، ظانا منه انه طالما يستمع ويطيع الكهنة فلو اخطأهم فهو قد ينجو من الدينونة بحجة انهم هم اللي ضللوه. اقول لكم انا عندي اختبار في الحته دي، اللي اعرف اختي يعني، هي مش اختي انا اقصد، يعني اختي من الكنيسه الارثوذكسيه، الكلام ده من زمان قوي، كنت اوقات اروح افتقدهم عشان كان ولادهم عندي في مدرسه الاحد وكده شباب، الكلام ده من اكتر من يمكن 15 سنه، فكنت كل ما اروح اجي اقول لهم نرى انجيل، لا يعني الست بالذات تقول لا، جوزها كان مختلف يعني. طب لا ليه؟ قالت لي مش عايز اقرا الانجيل ولا عايز اسمعه، انا ماشيه وراهم. طب ليه كده؟ هي كانت ست لطيفة جدا وكل حاجة يعني. قالت لي علشان لو طلع في الآخر إن أنا ماشية غلط يبقى إيه المسؤولية عليهم هم مش عليا أنا. فهي ظنة إن لو طلعت المسؤولية عليهم هم مش عليها هي، إذا كده تقول له ربنا أنا بريئة فيدخلها ملكوت السماوات وهم يروحوا جهنم وبئس المصير. فكان ساعتها بالصدفة كان الصيام الكبير، فقلت لها أنت صايمة؟ قالت لي لا. قلت لها طب حتى ديت انت كده برضه مش ماشيه زي ما بيقولوا، يبقى انت برضه كده عندك مشكله. المهم ما اثرت، ما تقراش الانجيل. لكن جاي يوم، يمكن هذه الحكايه دي 3 4 سنين، وقالت لي اه ممكن نقرا الانجيل سوا، كنت افتقدهم يعني. المهم انا عايز اقول لك بقى حاجه، في موجود في سفر حزقيال اصحاح 3 بيقول يا ابن ادم قد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل، فاسمع الكلمه من فمي وانذرهم من قبلي. حلو. اذا قلت للشرير موتا تموت، يعني لو انا قلت لك قول للشرير موتا تموت، وما انذرته انت، وانت ما انذرتوش، ولا تكلمت انذارا للشرير من طريقه الرديئه لاحيائه، يعني انا قلت لك قول انت ما قلتش، واحد فضل شرير مصري فضل ماشي في شره وما سمعش منك التحذير اللي انا قلت لك قوله له، هيحصل ايه بقى؟ فذلك الشرير ها هينجو؟ لا، يموت باسمه، هيموت في خطيته، اما دمه فمن يدك اطلبه. وبرضه يعني هو هتعاقب وانت هتعاقب. هنكمل.
وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة فإنه إيه برضو نفس النظام يموت باسمه. أهو خدت بالك في الحالتين هيموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. يعني اللي هينجى ساعتها الرقيب أو الخادم قال ولا ما قالش. أنا عايز أقول بس حاجة، يعني لو قلت أنا همشي وراهم وطلع هم غلط أنت برضو تموت باسمك. اوعى تفكر تقول لي امشي وراهم يبقى ذنبي في رقبتهم. لا حبيب قلبي، انت مش قاصر، انت مش ناقص الاهليه، فاوعى تعمل كده زي الاخت وتظن هذا. يعني النقطه الثانيه في متى 15 بيقول لك الرب يسوع كان مره شاف يعني كتبوا الفريسيين جايين من اورشليم وكده، وبعدين ايه بيقولوا له ازاي تلاميذك بيكسروا طقوس وتعاليم الشيوخ او تقليد الشيوخ وبياكلوا اكل غير وياكلوا ايدين غير مغتسله. فالرب يسوع وبخهم، حلو كده، قال لهم انتوا بتكسروا وصيه ربنا بسبب التقليد. بعدها حصل ايه؟ حينئذ تقدم تلاميذه اللي هو تلاميذ الرب يسوع وقالوا له اتعلم ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا، يعني اتضايقوا وزعلوا. ايوه، فالرب يسوع قال ايه بقى؟ بص خد بالك من حاجه. فاجابه وقال كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع. العالم دي مش غرس سماوي، ده غرس شياطين. نكمل وبعدين قال ايه؟ اتركوهم هم عميان. ايوه، قادت عميان. حلو، طب وان كان اعمى يقود اعمى، مين اللي هيسقط في الحفره؟ هل القائد ولا الاثنين؟ الاثنين يا حبيبي، يسقط كلاهما في الحفره. عايز اخلص من دي برضو ومن الحكايه اللي جبتها من العهد القديم، ان الاتي لو حضرتك ماشي ورا واحد اعمى، حلو، انت وهو مش هو بس ليكم نفس المصير. اقولها تاني، لو انت ماشي ورا واحد اعمى وتقول لي ده بقى انا ذنبي في رقبته هو اللي سايقني، لا اصلك انت برضو ما يعني مسؤول عن نفسك. يعني ادم لما قال حواء اللي اديتني برضو تعاقب، وحواء لما قالت الشيطان ضحك عليا برضو تعاقبت، فمش هتفلت. يعني نقولها تاني، اذا الاعمى واللي بيقود اعمى هما الاثنين لهم نفس المصير، فاوعى تظن انك انت هتخلص لو انت ماشي ورا حد اعمى، لانك انت السيد المسؤول عن نفسك. نخش بقى في الموضوع. الموضوع هو موقف انطونيوس وبخوميس وسنسوس من رفات القديسين. الاجابه ستكون من مجله مدرسه الاسكندريه العدد 16 الصادر في فبراير 2014 بخصوص الرساله الفصحيه 41 لاسنسوس الرسولي مع مقدمه مطوله لها، ستكون هي موضوع الحلقتين. اللينك في التوصيف للي عايز، واشجعك تنزل ايه الـ يعني المقاله، او يعني هو كتيب صغير قوي يعني في الحته دي، واحتفظ بيه عندك واقرا كده بالتفاصيل. يعني في هذه الحلقه سنتعرض لموقف انطونيوس وبخوميس وسنسيوس، وفي نهايه الحلقه في مفاجاه على فكره، ماشي كده؟ فابقى معي، ماشي كده؟ نقول بقى موقف انطونيوس وبخوميوس. بقول لك ايه، مقدمه. تتعرض الرساله الفصحيه 41 للقديس اثناسيوس الرسولي سنه 328 ل 373 لموضوع هام، وهو تكريم اجساد الشهداء وموقف الكنيسه منه. وقد مر هذا الموقف في الحقيقه بعده مراحل. بدا برفض عدم دفن اجساد الشهداء في المقابر واستبدال ذلك بعرض اجسادهم في المقاصير ليشهدها الناس. طب المرحله الثالثه، ثم السماح باقامه مزارات للشهداء. طب اربعه، المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي، وانتهى بما نراه اليوم من انتشار وجود اجساد القديسين والشهداء في اغلب الكنائس والاديره القبطيه. ده في بعضها مقابر جماعيه، تلاقي فيها بال 20 انبوبه 50 انبوبه، ويقول لك كل ما كتروا بقى للقديسين اللي بيدافعوا على الكنيسه عشان ما تتحرقش مثلا. يعني المهم ما علينا، نخش شويه برضو اغوط شويه. كان رفض الكنيسه في البدايه لعدم دفن اجساد الشهداء ينطلق من انها عاده غريبه لم يسمح بها احد من قبل من اباء الكنيسه لغايه القرن الخامس، ماشي كده، وان كل الانبياء والقديسين بل والرب يسوع المسيح نفسه دفنوا في قبور تحت الارض تنفيذا لقول الله لادم بعدما اخطا بعرق وجهك تاكل خبزك حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب والى تراب تعود. وهذا الموقف نجده واضحا
في الرسالة الفصحية الأساس الرسولي فصل 13 ل 19 والتي يهاجم فيها الهراطقة من الأريوسيين وحلفائهم من المليتيين الذين كانوا يقومون بسرقة أجساد الشهداء من مقابر الكنيسة ويعرضونها على الناس في المقاصير ليؤثروا على مشاعرهم ويجذبوهم إلى شيعتهم. دي كده إيه مقدمة. بقيت برضو حتى كده صغيرة من مقدمة تاني. وهذا الموقف نفسه اللي هو الرفض يعني نجد له صدى أو بالحري تطبيقا عمليا في سيرتي أنبا أنطونيوس في القرن الرابع وأنبا بخوميس برضو في القرن الرابع المعاصرين لأثناسيوس الرسولي في القرن الرابع. يعني دول ثلاثة أباء من الكبار في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرن الرابع. هنيجي بقى نقطة نمرة 2 دلوقتي اللي هي جزء من سيرة أنطونيوس بقلم أثناسيوس بالنسبة لموضوع الأجساد ده. وألح الإخوة عليه في البقاء إلى جانبهم ليموت هناك. الإخوة كانوا قاعدين في الجبل الخارجي، هو بيحب يقعد في الجبل الداخلي، فلم يقبل لأسباب كثيرة كما كان يظهر بصمته. والسبب الرئيسي هو أن المصريين اعتادوا تكفين أجساد العظماء وعلى الأخص الشهداء القديسين وحفظها من دون دفنها تحت التراب، فكانوا يضعونها على منضدة ويحفظونها داخل البيوت ظنين بأن هذا تكريم للراقدين. فطالما رجا أنطونيوس من الأسقف أن يرشد الشعب ووبخ الرجال وزجر النساء قائلا إنه أمر غير شرعي وغير مقدس أبدا. يعني واضح أن في القرن الرابع في أيام أنطونيوس كان في أسقفة مخلين الناس اللي جاي يقصد المصريين يعني اللي هم عايشين في الايه في المدن مش في الجبل زيه طبعا، يعني انه كانوا بيعملوا كده بس كان بدون تعليم. بس هو الاسقف يعني بسبب ممكن تكون سبب جهله ولا ما تفهمش ايه اللي بيجرى، لكن ما كانش في تعليم ابائي بهذا الامر. ماشي كده. حصل ايه بقى؟ أنطونيوس بيقول لك كان بيقول للاسقف نبه الناس، يعني واضح ان الاسقف نفسه واقع في الحكايه ديت، وكان هو نفسه أنطونيوس بيوبخ الرجاله والستات اللي بيعملوا كده وقال لهم ده امر غير شرعي وغير مقدس ابدا. فها اجساد البطاركه، ده أنطونيوس كان يقول لهم كده، والانبياء ما زالت محفوظه حتى هذا اليوم في القبور، كما ان جسد المسيح نفسه وضع في قبر ووضع حجر عند باب القبر وبقي مدفونا الى ان قام في اليوم الثالث. بهذا القول أراهم أن عدم دفن الأجساد أمر يخالف الشريعة حتى لو ولو كانت الأجساد مقدسة، فأي جسد أسمى وأقدس من جسد الرب. وعندما سمع الكثيرون هذا الكلام ابتدأوا بدفن الأجساد وشكروا الرب لأنهم تلقوا تعليما كهذا. أما هو بقى أنطونيوس فإذ كان يعرف هذا، عارف أن الناس ممكن ترجع في كلامه تاني ويخاف من أن يفعلها كذا بجسده، غادر بسرعة بعد أن حي الرهبان الذين كانوا في الجبل الخارجي، ففضل الجبل الداخلي حيث اعتاد الإقامة. وبعد أشهر قليلة مرض، فدعا الناسكين اللذين معه مدة 15 سنة وخدماه في شيخوخته وقال لهما إذا كنتما تهتمان بي فتذكرا أنني أب لكما، ولا تفسح في المجال للآخرين بنقل جسدي إلى مصر، اللي هو يعني إيه زي ما قلنا اللي هي يعني المدينة، كي لا يضعوه في بيوتهم. لهذا دخلت الجبل وأتيت إلى هنا. إنكما تعلمان كيف كنت دائما أوبخ الذين فعلون هذا الأمر حاسا إياهم على الكف عن هذه العادة. ادفنا جسدي تحت التراب واحفظ قولي، وهو ايه بقى كمان؟ الا يعرف احد غيركم المكان. شوف كان الرجل خايف قد ايه من الموضوع ده، لانني ساحصل عليه على جسده يعني بلا فساد في قيامه الاموات. شفت الانبا أنطونيوس كان حريص قد ايه، وكان بيقول للاسقف نبه الناس وبلاش تعملوا الحركات دي. نخش بقى، طب ايه ده كده أنطونيوس النقطة نمرة 3 بقى، وماذا عن القديس باخوميوس؟ ماشي كده. هذا التوجه نفسه نجده في سيرة أنبا باخوميس، فعند وفاته أوصى تلميذه تدرس أن ينقل جسده من مكان دفنه إلى مكان آخر لا يعلمه أحد سواه، وتخبرنا سيرته كيف شدد على تلميذه في هذا الأمر. طب بيقول لي بقى
بعد ذلك التفت إلى تدرس وتكلم معه قائلا: إذا ما افتقدني الرب، يعني خدني عنده، لا تترك جسدي في الموضع الذي سيدفن فيه، لأن الناس هتشوفه هتعرف. عايز برضو بعد كده خدوه وحطوه في حتة ما حدش يعرفه غير كنتو، عشان الناس هيجوا ياخدوا جسده ويحطوه معرفش في البيوت وحاجات زي كده. فأجابه ده تدرس يعني بحزن: سأفعل حسب قولك. بعد ذلك قبض على لحيته دي تاني مرة وضربه في صدره. أما بخومس كاسلان رجل أصلا في الجيش، فكان رجل صعب قوي، كان بيجلد الرومان حتى كمان على وللمرة الثانية قال له: يا تدرس احترس، لا تترك جسدي في الموضع الذي سيدفن فيه. فأجابه أيضا قائلا: يا سيدي الأب، سأفعل حسب كل ما تأمرني به بشكر. أما تدرس ففكر في نفسه أنه يقول ذلك كثيرا بتوصية شديدة لألا يحمل قوم جسده خلسة، كانوا بيعملوها كده، كانوا بيجي يسرقوها، ويبنوا له مزارا، ما كان بقى الدنيا بقى وفلوس، كما اعتادوا أن يفعلوا بالشهداء القديسين، لأنه كان كثيرا ما يسمعه يلوم الذين يفعلون ذلك هكذا قائلا: إن كل من يصنع هذا هو يتاجر بأجساد القديسين. صدقوني أنا جاني، يعني بس ما أقدرش أقول أسماء ولا كلام من ده، حاليا ده الشغل اللي بجايب بيخشوا في ملايين، عظمة وصبع وكتف ورجل وكسوة وجلبية وكله بحسابه، بتجربة أجساد القديسين. بعد هذا قبضه دي لتالت مرة بقى على لحيته، وللمرة الثالثة عارف اوعى تفكر كان بيطبطب عليه، يعني كان بيشده كده: يا تدرس انتبه ان تتمم الكلام الذي قلته لك سريعا. وطبعا قال له ايه؟ حاضر. ادي ابين من اباء البرية الكبار، شوف كان بيأكدوا ازاي، حتى عايزين الناس ما تعرفش المكان خالص، ماشي كده، والراجل كان يتكلم تلميذه ويضربه ويقول له اوعى ما تعملش كده، عشان مش عايز كده، عارف ان دي هرطقة. نيجي بقى ايه للنقطة الرابعة، وده الشخصية الثالثة في الحلقة دي، القديس أثناسيوس الرسولي اللي كان معاصر برضو لدول، كتب بقى في الرسالة 41 الكلام، هنقرأ شوية جزء منها في نفس الخط عشان اوري لك كانت ثلاث اباء كبار جدا معروفين في الكنيسة ضد الموضوع ده، اللي كان ابتدى يتسرسب وان كان مش بتعليم عام. بيقول لك لانهم، يقصد هنا اتباع اريوس والميليتيين، عندما يرددون اباطيل مثل بيلاطس وهيرودس في ذلك الزمان، تجرؤهم ايضا ان يقاوموا الرب ويزدروا بالقديسين الذين رقدوا في اسمه، كما لو انهم حانقون ان من ينكرونه هم اللي هو الرب يسوع المسيح قد اعترف به هؤلاء اللي هم القديسين. لان اجساد الشهداء الذين جاهدوا حسنا لم يدفنوها، من اللي ما دفنوهاش؟ اللي هم اتباع اريوس والميليتيين في الارض، بل يشرعون في وضعها في توابيت وعلى محفات خشبية لكي يراها من يريد. وبعدين قال ايه؟ وهم يفعلون هذا بشكل كما لو أنه من أجل كرامة الشهداء، لكن الأمر في الحقيقة هو ازدراء بالشهداء. نكمل قراية، اسمع بقى الحتة الجميلة اللي جاية دي من أثناسيوس: ولم يسلمنا آباؤنا هذا، يعني أثناسيوس بيعتبر الآباء المحترمين اللي قبل منه ما سلموش كده. أما اللي كان بيحصل دول الأريوسين بيعملوا كده، الميليتيين بيعملوا كده، بعض يعني بعض من اللي في مصر كانوا بيعملوا كده، ما هو شفنا أنطونيوس وخوميوس، وحتى كان في أسقف مصهين، لدرجة كان أنطونيوس بيقول له نبه ووعي الناس، لكن إيزر كان بينوب من الحب جانب، فكان إيه مغمض عينه يعني. ولم يسلمونا أباؤنا هذا، لكنهم حسبوا عملا مثل هذا تعد للناموس في الزمن القديم. قرر الله على آدم بحكم قائلا: أنت تراب وإلى التراب تعود. وسرت هذه الكلمة على الجميع، سرت على كل واحد في آدم، وكل الذين يموتون في كل مكان يدفنون، هكذا فعل إبراهيم.
واشترى المغارة من عفرون الحسي، وهناك دفن سارة زوجته، وبعد ذلك دفن إسحاق إبراهيم، وفي المغارة نفسها دفن جسد يعقوب. أما يوسف وهو يموت فأوصى من جهة عظامه ودفن في ذلك المكان اللي هو نفس المغارة يعني. وكذلك مكتوب عن كل واحد من الذين فرقوا أجسادهم يعني ماتوا أنهم دفنوا في مقابر. وقد تكلمت الأسفار المقدسة عن الأنبياء في موضعين أنهم دفنوا قائلة، دي في متى 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. وكل هؤلاء قبورهم موجودة عندنا إلى هذا اليوم، مثلما رأينا قبور أنبا بطرس وبولس في المدينة العظمى روما، وقبر يوحنا في أفسس، وقبور آخرين في كل مكان حيثما رقدوا. لذلك لن نتعجب، والمكان الخارجي سيشهد عن جسد الرب أنه وضع في القبر. يقصد المكان الخارجي، عارفين أقول لك أن كان في قبر خارج المدينة اللي دفن فيها يسوع، عادي المقصود بالعبارة دي. والمكان الخارجي سيشهد عن جسد الرب أنه إيه؟ قد وضع في قبر. أنا هكتفي بهذا القدر كده. السؤال بقى دلوقتي، أنت فهمت يا أخويا وأختي؟ كانوا بيعملوا ايه؟ اللي بيعملوا ده كان صح ولا غلط؟ انا كده يعني انتهيت من الحلقة دي، جبت لك ثلاث اباء معاصرين لبعض في القرن الرابع كانوا بيشددوا ان لا يمكن، وجاء أثناسيوس يعني واكد قال حتى احنا ما شفناش كده، وكلهم قعدوا يؤكدوا لا كله يروح في المقابر، ودي عادة غريبة وعادة الحقيقة يعني مقيتة. بعد كل ده انا عندي لك مفاجأة بقى، تفتكر هيحصل ايه؟ اؤكد لك كما يلي، لو 100 من الكنيسة القبطية الارثوذكسية هم لسه فيها سمعوا ده، بالكتير قوي واحد هو اللي جاز عينه تتفتح، بالكتير قوي. ليه بقى؟ اصل ده دلوقتي ده السوق اللي شغال، القديسين والمعجزات والظهورات ومقتنعين بكده. فتقول لي وبعدين تقول يقول لك الاباء ده عباره عن يعني ايه؟ عنوان يقولوه كاذب، احنا ما نعملش غير لما زي ما الاباء قالوا. اهو الاباء هم يعملهم. طبعا بكره المره الجايه، سوري الحلقه الجايه لما نشوف هنشوف برضو ان الاباء هم اللي عكوا الدنيا، فده هتاكد لك ان الاباء ما مختلفين اهو، بس انت بقى ماشي ورا انهم اباء ولا ماشي ورا الكتاب؟ ما هو هنشوف دلوقتي في اباء عكوا. انا عايز اقول لك ايه ثانيه غير بقى اللي قلتهم في الاول. في ناس أعمى يقود أعمى، الاثنين يسقطوا في الحفرة، مش القائد بس. لما بتفضل ترفض 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 بتوصل عند نقطة وتبقى إيه؟ اتركوهم هم عميان قادة عميان، اتركوهم. أيوة، كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. بتلاقي نفسك غصبا عنك بقيت غرس مش سماوي، غرس شيطاني. وينطبق ما يلي على اللي بيسمع وبيصهين واللي ماشي ورا الأعمى وراء واحد أعمى. بيقول لك بقى في كورنثوس الثانية 4:4، إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. الكلام ده موجه للمؤمنين اللي يعني في كورنثوس يعني، لكن فيهم ناس برضو يعني عايز يقول لهم إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. ليه بقى؟ لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. ربنا لما في الآخر بيقول لك اتركوهم، موضوعك انتهى. يعني موضوعك انتهى، سابك لمشورة نفسك. الشيطان هيسيطر عليك، تبقى غرس غير سماوي، الحقيقة تبقى غرس شيطاني، وإله هذا الدهر يعمانك. تسمع وبرضه مفيش فايدة. في ناس بيسمعوا الأديان الثلاثة السماوية وبيقولوا أمين من وراء الوعظ النبي. في ناس بتسمع ان تفسير ان المرأة تغطي شعرها ان لان جوزها ما يسويش او جوزها ما يشرفهاش مش درجة اولى، ومبسوطين جدا وبيلمون. انا اقول الكلام الرجل ده صح. طب هو ده بقى؟ طب تقول له جابوهم من الاباء؟ مفيش، بس المهم ما علينا يعني، نرجع تاني. اديني جبت لك اباء اهو، وهنجيب اباء تاني
المره الجايه بقى بوظوا الحكايه. عشان كده بنقول لازم نرجع ايه للكتاب، ولو عايز يبقى ترجع ايه، لو عايز تاريخ يبقى اول ثلاث قرون في الكنيسه، اول ثلاث قرون. ادي احنا دلوقتي اثبتنا لغايه القرن الرابع ما كانش فيه الا بعض حاجات وكانوا بيقاوموها الاباء المحترمين، لكن ما فيش من الاباء في القرون الثلاثه الاولى قال ان الكلام دوت ايه صح. من فضلك شارك الحلقه مع اخرين، يعني ادي لايك للحلقه لو تعتقد تستاهل، وان كنت ما اشتركتش في القناه من فضلك اشترك، وانت انا الرب في مجيء ونتقابل في الحلقه الثانيه. سلام المسيح وكن معك.